القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. شارك الويلوزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد زملائه الفرحة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الفوز على أتلتيكو مدريد. وسجل كريستيانو الثلاثية في مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياغو برنابيو ليقود الملكي للفوز. وقال بيل عبر تويتر: يا لها من مباراة متكاملة من جميع النواحي، وكريستيانو مرة أخرى يظهر. تصنيفات الخبر: أتلتيكو مدريد، جاريث بيل، ريال مدريد، كريستيانو رونالدو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.